الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسال يقول من باب بر الوالدين المتوفيين هل يجوز قراءه القران سوره الكهف مثلا لهما في يوم الجمعه؟ نرجو الافاده بارك الله فيك. لم يأتي يعني فيما يهدى من الأجر والثواب للوالدين قراءة القرآن، وإنما جاء الحج عنهما والصدقة عنهما والدعاء لهما. فينبغي لمن يعني أراد أن يهدي ثواب لوالديه في قراءة القرآن يقرأ القرآن لنفسه ثم يدعو بعد ذلك له ولوالديه. وأفضل شيء للوالدين هو الدعاء لهم، رب اغفر لي ولوالدي. وأما الذي ورد فالصوم عنهم، الصوم عنهما إذا تركوا كانوا لهم يعني صيام ما صاموه، فلو مات مثلا ولم يصم شهر رمضان يصام عنه، كان مريض مثلا ومات وهو في مرضه ولم يصم فيقضى عنه، وكذلك الحج إذا لم يكن حج أو يحج عنهم للنافلة فلا بأس بهذا إن شاء الله. وهذا السائل يسأل يقول دخل شخص المسجد ولم يكن قد صلى المغرب، وجد الإمام قد باشر في صلاة العشاء، فدخل مع الإمام بنية صلاة المغرب وبنية أن يفارق الإمام، وعند قيام الإمام للركعة الرابعة جلس هو للتشهد الأخير وسلم، ثم قام ودخل مع الإمام في الركعة الرابعة بنية صلاة العشاء، فهل فعله هذا صحيح أو أنه كان من المفروض عليه الدخول بنية المغرب ويجلس في حالة قيام الإمام للركعة الرابعة وينتظر الإمام حتى يسلم من صلاة العشاء ويسلم معه ثم يقوم ويصلي العشاء منفردا، أو أن يدخل مع الإمام بنية العشاء وبعد أن يسلم الإمام يقوم ويصلي المغرب ثم العشاء مرة أخرى بسبب الترتيب؟ أفيدونا بما هو الواجب وما هو الصحيح، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله صحيح من هذا الفعل، أنه إذا دخل والإمام يصلي العشاء وهو يصلي المغرب أن يدخل هو بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام للركعة الرابعة صلاة العشاء يجلس هو حتى يتم الإمام الصلاة فيسلم معه، ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء، وذلك لترتيب يعني الصلوات، هذا الأفضل. أما أن يصلي العشاء يدخل مع الإمام بالعشاء وهو لم يصلي المغرب ثم بعد ذلك يقضي المغرب بعد ذلك، فالأولى ما ذكرنا من يعني أن يصلي المغرب أولا. وهذا سائل يسأل يقول هل يجوز أن أقوم بتدريس بنت في الثانوي علما بأن أخاها يكون حاضرا معنا، أم أن هذا غير جائز؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. طبعا هذا إذا أمنت الفتنة وما كانش فيه خلوة، إذا ما في خلوة يختلي نعم، وكان في محرم نعم، كما قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، إذا كان في محرم لا بأس. وعنده سؤال آخر يقول أقوم بتوصيل زوجة أخي بسيارتي من مكان عملها إلى منزلها نظرا لظروفهم المادية، ومدة التوصيل لا تزيد عن 15 دقيقة، فهل هذا جائز؟ نرجو الإفادة بارك الله. والله إذا أمنت الفتنة، يعني إذا كان في مأمن من الفتنة، وعلى كل حال السيارة ليست خلوة، ولكن إذا أمر فيه خلوة لا يجوز، لأن النبي قال إياكم الدخول على النساء. قيل يا رسول الله الحمو، فقال الحمو الموت. الحمو أخو الزوج، فقال الحمو الموت. فنهى أن يدخل أخو الزوج على زوجة أخيه في غيبة أخيه أو في غيبة محرم، فلذلك لا يجوز يعني أنه قريب وهو امرأة أخيه وهو زوجة هو أخو الزوج. فإذا كان في بالنسبة للسيارة سيارة أخوه ليست سيارة خلوة، لكن إذا كان في أمن لا بأس، وإلا إذا كان في فتنة ما ينبغي. وله سؤال آخر يقول كيف أبر والدي بعد موتهما
وهل يذهب هذا البر العقوقي لهما في حياتهما؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. يعني بر الوالدين بعد موتهما كثير، من أهم هذا الدعاء يعني لهما الصلاة عليهما، صدق عنهما، يعني الحج من الأعمال التي ممكن أن تكون عن الوالدين، وكذلك بر يعني صديقيهما كما قال رجل النبي هل بقي من بر أبويه شيء وبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، من ضمن هذا قال له النبي وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقيهما من بعدهم. لما تكرم صديق أبيك الذي توفي يكون هذا من البر، من البر بوالدك. أنا أبوك كان بيحب رجل فيكون تبره هذا الرجل، هذا لما تبر هذا الرجل وتصله يصير هذا خير لأبي. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر عجيب يرويه نافع تلميذ ابن عمر، يقول كنت أنا مسافر مع ابن عمر يعني من المدينة يروح للحج ويروح للعمرة، يقول كنا في الطريق فإذا أعرابي من الأعراب ليت سلم علي عبد الله، ثم كان عنده عمامة لابن عمر أعطاه إياه، وكان عنده حمار أعطاه إياه. يقول فقلت له نافع يقول لعبد الله، قال له إن هؤلاء الأعراب يعني يرضون بأي شيء، يقول أعطيت هذا الأعرابي عمامتك التي تحديت، وأعطيته حمارك الذي تتروح عليه، يعني بعد ما يركب الناقة يتروح. فقال له عبد الله إن أبا هذا كان صديقا لعمر. يقول أبوه كان صديق لأبي عمر، فبر هذا ابن، هذا ابن صديق أبي. فبر بر صديق الوالد من البر بالوالد بعد وفاته. نعم. هذا سائل يسأل يقول توفيت الوالدة منذ شهرين وتركت عندها إرث بسيط لنا نحن الإخوة السبعة، 4 بنات و3 ذكور، وتوفيت إحدى البنات قبل الوالدة بسنتين، هل للبنات للبنت المتوفية إرث علما بأن المتوفية لها أولاد سبعة؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. الأبناء السبعة لهذه البنت التي توفيت قبل أمها يأخذون نصيب أمها، يأخذون نصيب الأم، فالميراث يوزع على هؤلاء الأبناء الأحياء الآن ديت، وجزء اللي هو جزء البنت التي توفيت قبل أمها يأخذه أبنائه. وهذا سائل يسأل يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة التي رفضت السماوات والأرض والجبال حملها؟ ولماذا رفضنا حملها؟ وما معنى أشفقنا منها؟ وما معنى ظلوما جهولا؟ يرجى شرح ذلك بالتفصيل بارك الله فيكم. طب هذا خليه الأسبوع الجاي إن شاء الله. ما تفسير قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر التي نعيشها الآن يقول الله سبحانه وتعالى عنها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هل المقصود بذلك ارتكاب الذنوب والمعاصي؟ وهل تضاعف السيئات فيهن لمن ظلم نفسه بفعل المعاصي خلال هذه الأشهر؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. هي الأشهر الحرم الله تبارك وتعالى فيها إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بالقتال، فإن الله حرم بدء القتال قتال الطلب في هذه الأشهر، أما قتال الدفع فهو في كل وقت، لأن الدفع إذا هاجم المسلمون إذا هاجم المسلمين عدو فإنهم يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم، لكن إذا ذهبوا ليحاربوا عدو يعني خارج أرضهم فلا يجوز لهم أن يبدأوا هذا في الأشهر الحرم. فقول الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بهذا بقتال الطلب. وأما هل تضاعف السيئات والمعاصي فيهن؟ أقول الله تعالى أعلم. على كل حال الأيام الفاضلة تضاعف فيها الحسنات، وهل تضاعف السيئات؟ أقول الله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول قلت فضيلتكم في الخطبة الماضية أن أبا بكر حارب مانع الزكاة واستحل نساءهم وأموالهم، بما تفسر هذا؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. حارب مانع الزكاة وقاتلهم قتال المرتدين، والمرتد كافر، فلذلك الكافر إذا يقتل في النار ما يصلى عليه هذا. وكذلك ماله وزوجته وأولاده يسترقون كذلك، فأبو بكر صنع هذا مع مانع الزكاة، ولذلك يعني خُصمت يعني أموالهم وأورثت أرضهم وأعطي المسلمين. تقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عنده ابن محمد اسمه ابن الحنفية، الحنفية من بني حنيفة، بني حنيفة ارتدوا لهم أخوه مسيلمة الكذاب، فحاربهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حرب المرتدين وأخذ أموالهم ونساءهم، نساءهم أصبحت سبع يهود زعفان المسلم. فهذا المقصد أنهم حوربوا حرب المرتدين لا حرب المسلمين، أن لو فيه قتل بين مسلمين من مات يصلى عليه يعني ويترحم، ولا يسترق وتسبى نساءه، أن حرب بين مسلم ومسلم، أما حرب بين مسلمين وكفار فعملهم معاملة الكفار. وهذا سؤال يسأل يقول اتفق صاحب العمل مع العامل على أنه في حال تركه للعمل قبل انتهاء فترة العقد بينهم أن يدفع له العامل مبلغ محدد من المال، فهل يجوز لصاحب العمل أن يأخذه منه عند تركه للعمل قبل انتهاء فترة العقد؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. ما أدري هذا الشرط، ربما يكون شرط فاسد، لأن إذا اشترط هذا يعني صاحب العمل على العامل وقال له إن تركت العمل هذا قبل المدة المحددة بيننا ترجع لي كل الفلوس اللي انت اخذتها او بعضها، يمكن يكون فيها ظلم، فانا ارى ان الشرط هذا من الشروط الفاسده، ما ينبغي ان يشترط شرط مثل هذا. وعنده سؤال اخر يقول البعض ياخذ مبلغ مالي نظير سداد القروض، فهل هذا جائز؟ وما حكم الوسيط الذي ياخذ ايضا مبلغ نظير تخليص تلك المعامله؟ ارجو الافاده بارك الله فيك. لا، سداد القرض أي قرض يجر الناس فهو ربا، حتى لو هدية، يعني أنت أقرضت فلا يجوز أن تأخذ ممن أقرضته نفعا قط على هذا القرض، ولو كان هدية قال لك خذ هذه الهدية، هذه هدية لك مقابل أنك أنت أقرضته تصير ربا، تصير ربا، ولذلك لا يجوز أن يأخذ منه هدية إلا إذا كان يعني في الأساس يتهادون بعضهم مع بعض، لكن لما يعطيه هدية لأجل القرض فتكون ربا، ما يحل. الحمد لله رب العالمين.